مساكم الله بالخير من الوفرة. أنا دائما وأبدا أقول أني أقول إن شاء الله أني أفعل أني أدعم المزارعين مع احترامي لشخصهم مو لأجلهم. أدعم المزارعين دائما وأبدا لنفسي لأنه يعود بالنفع لي وللبلد. وأنا الحين عند أبو سلطان شيخ المزارعين فيصل دماش، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، هذا مرحبتين. إحنا الحين بمحمية تين، بس تين عدل. نعم هذا طال عمرك. ما شاء الله. على الطريقة اليابانية طال عمرك. ما شاء الله. حلو. شنو الطريقة اليابانية؟ هذا الكنكورد اللي هم يسمونه السياج. ما شاء الله عسل. هذا اللي هو شنو؟ السياج الترقيد. إيه. هذا الترقيد يعني تكون نايمة مربوطة بسيم. فيكون الغصن نايم ويكون له جزء طالع له فوق، الجزء اللي طالع فوق مربوط مثل هذا، شلون مربوط ويوصل لفوق يقصونه. اذا بدا ينقص من فوق تصير الشجره تغذي اكثر شيء الثمر، فتكون ما شاء الله تبارك الرحمن انتاجها غزير. شوفوا غزاره الانتاج، هذا مو مستوي، هذه الحين مستويه وسلطان يغطيها. ما شاء الله يا ابو ذرار الوحدة كبر الكف. ما شاء الله. شوف أربع أصابع ما شاء الله. هذه بسلطان يغطيها عن الحشرات عشان إذا انفتحت كذي استوت انضجت، وانفتحت بالطريقة هذه ما تي حشرات وما يبي يحط مبيدات هو، فهذه الطريقة تغني عن المبيدات. ما شاء الله إيش كبرها، وهذا قاعد نجمعهم بالصندوق. ما شاء الله شوفوا غزارة الإنتاج، وهذه بعد فيها الشرة، هذه ما طلعتها الصوب ولا راحت فوق وايد للحين. شوفوا شلون ما شاء الله أغصانها متروسة مليانة ما شاء الله. هذه اللي وراي وهذه اللي يمها، شوفوا على طول الخط هذا، على طول الخط هذا في ثمر ما شاء الله. وهذا نوع ثاني، هذا اللي يسمونه التركي، هذا لونه غير. شوفوا شكله، هذه مو مستوية 100% ما قطعتها، يصير لونها يزيد احمر، يصير احمر اكثر بعدين تنقطع. هذه توها باديه ما شاء الله تبارك الرحمن. وسلطان عنده طريقه لزراعه الفراوله صورتها لكم من قبل، ويخلي النحل الطنان هو اللي يلقح يلقح. شوفوا ما شاء الله هاي واصله فوق تبدا تنقص، خلاص تبدا الغزاره بالثمر. يخلي النحل الطنان هو اللي يلقح الازهار داخل المحميه، لان هي داخل محميه فيحط لها نحل. النحل هذا أظن عمره شهرين أو ثلاث شهور، مهمته بس يلقح الأزهار. ربطها الكبرها عندي خبر، أنا راح أوديك الحين مجمع في تقريبا 150 بيت محمي، كله ورقيات مبردة في تبريد كرتون ما شاء الله، كزبرة ويا بقدونس. حلو. ليش ما يوصلنا هذا السوق؟ والله عاد ما يوصل جمعية، هذا عاد السوق تعرف السوق الآن مو هو بالمزارع ولا هو بالمواطن. أيه. السوق صحيح تبي الصراحة، بعدين فيه ناس تجار ياخذون يودون مثل ما قلت لولو هايبر والشركات الكبيرة. أيه. نعم. سلطان قبل كم يوم انا تكلمت على الامن الغذائي وعلى الورقيات. اي نعم طبعا. زين شنو مشكله الورقيات للحين؟ اليوم انا مار الجمعيه ما في كزبره بس في بقدونس ب 100 فلس. زين يعني انت اقول لك اليوم هالكبر ب 100 فلس وفي ب 350 فلس مستورد وفي ابو ضرار. احنا طال عمرك المزارعين 90% المزارعين توقفوا عن الزراعه. ليش؟ والسبب الرئيسي انهم قاعدين يبيعون الصندوق تقريبا بتكلفته. أيه. الكزبر والبقدونس انا قاعد ابيعها قبل تقريبا 10 ايام. أيه. على كم؟ على نص دينار. في نص قاعد يربح 10 اضعاف تجار وليس تاجر، يعني اقصد اللي بالنص الوسيط. نعم نعم. أيه. ما يبلى كلام. تقريبا 50 ربطه، 50 ربطه يعني ب 10 فلوس يبيعونها طال عمرك ب 10 دنانير، ب 11 دينار على كل ربطه 100 فلس. الله. فالمزارعين اكثر توقفهم عن الزراعه كلهم نهائيا. يعني في تاجر بن سلطان كم نوع زراعه عندك؟ والله واجد. كل نوع زراعه، نوع يعني مو هذا الحين، هذا النوع شو اسمه قلت لي؟ ما قصدك التين كم نوع؟ لا لا هذا نوع الكونكورد. وعندك زراعه مائيه، وشنو عندك بعد؟ عندك زراعه الافقيه العاديه. الافقيه والحقليه. المائيه والحقلي والبيوت المحميه المبرده. اي ما شاء الله. يلا نروح نشوف الورقيات. تم تم يلا. ما شاء الله هذه محميات ورقيات. هذا كلها كزبره. اي هذه كلها كزبره. نعم تقريبا 150 بيت كزبره وبقدونس. ما شاء الله النظافه كذي ما تشوف ما شاء الله. والله 150 بيت محمي ورقيات كزبرة وبقدونس، طالع نظافة الزرع ما شاء الله. هذا ما نشوفه بالجمعية. يعني المشكلة لا ما احتاج مندش ما شاء الله مبين، يعني المشكلة مو من الزراعة، الزراعة موجودة وقاعد تزرعون وقاعد تنتجون. المشكلة يعني خلينا نقول يمكن لوجستية ولا مشكلة في المشكلة بالتسويق. ايه بالتسويق بالزراعة.
المشكله يعني في تجار بالنص هم اللي قاعدين يحكرون السلع هذه، وهذه نفس الزرع، هاي زراعه مائيه هني سابقا، هذه الفراوله الزراعه مائيه. اي ما شاء الله ليه هناك ما شاء الله، الله يبارك لك. الله يسلمك. هذه الحين الكزبره والبقدونس، هذاك الشبنت، وهذاك الشبنت ما شاء الله نفس الشيء، كله تبريد كرتون. اي لان درجه الحراره كم ما شاء الله تقريبا 22. اي ما شاء الله، هذا احنا بالنص صحيح. لا لا بصور ما شاء الله، ورقة شلون نظيفة وطاش كبرها ما شاء الله. هذا بقدونس وهذه الكزبرة وهذا الشبنت ما شاء الله ما شاء الله. طالعوا هذا بس نخل، بس هالمكان هذا هني، غير المحميات، غير الله يبارك لهم مزارعين اللي قاعد يشتغلون جدون يجتهدون وينصدمون بوضع السوق والتاجر الوسيط والجمعيات. ومشكورة الحكومة اللي ألغت القانون السابق اللي حطه أحد الوزراء للأسف السيئين يعني، فألغت القانون وألزمت الجمعيات أنها تشتري من المنتج الكويتي ما نسبته 75%. الأخ فيصل دماش سمونا شيخ المزارعين لأنه يملك أكثر من 30 مزرعة منتجة ها؟ كلهم طبعا شاريهم، يعني المزارع اللي توزع هذه ما عاش شيء، وينتج ما نسبته من 40 إلى 70% من إنتاج الكويت، يعني 100% من إنتاج الخضروات المحلية بالكويت. انخفض الإنتاج وهو يغطي 70%، وإذا فاض الإنتاج في وقت الكل ينتج فيه يعني تصير نسبته توصل إلى 40%. وتخيلوا أنه ما يحق له تصويت باتحاد المزارعين ويشطب ويتولى اتحاد ناس ما عندها ولا مزرعة منتجة ولا زرعت ولا تعرف بالزراعة شيء. هذا الفساد، المشكلة الكبيرة هني اللي يعاني منها المزارعين المنتجين الحقيقيين. بالنسبة للبرحي، كان في مهرجان أو شيء كذي سمعت عنه، وقلت لكم قبل أسبوعين جيت، قلت وفاء ل الله يرحمه مساعد شحيتاوي أبو مرزوق، كنت موعده السنة هذه أغطيهم، توفى الله يرحمه، فوفاء لا وفاء لكلمتي ووعدي دورت ما لقيت مغيري المكان. قالوا لي في مزرعة شخص، طق الاسم بجوجل ويوصلك. طقيت الاسم فعلا حصلته بجوجل، مزرعة فلان الفلاني، وصلت يا ما لقيت المزرعة او ما لقيت احد، يعني ما لقيت شيء، ما في شيء واضح. وصلت عند الباب يعني ما مو مبين شيء، ما ادري مزرعة غلط، ما ادري فله وموجودين، يعني المفروض انهم كل جمعه بعد صلاه المغرب، بعد صلاه العصر الى صلاه المغرب طول شهر اغسطس، احنا بشهر اغسطس وعلى الموعد رحت ما حصلت شيء.